التاريخ سلالة مهند. هكذا مشاهدين الأعزاء الأشقاء في ميدان الجزيرة بالمملكة العربية السعودية استطاع راشد أيضا بن بعيران أو عبيد بن محسن بن راشد بن بعيران المري أن يهدي هذا الفوز والانطلاق. أشواطنا متواصلة عبر قناة ياس الفضائية ليتواصل الزميل عبد الله عثمان العمدة. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا في كل مكان أسعد الله صباحكم. شكرا الزميل سالم الحبسي، تواصلا مستمر في هذا الأداء الجميل وفي هذه أيضا الجولة الثانية والشوط الخامس الخاص بالبكار المحليات الأصايل عبر قناة ياس الفضائية. كما ذكر زميلي الحبسي التواصل مستمر، ونتمنى لها أيضا هناك إن شاء الله أداء جميل وباهر. التوقيت الأفضل أمامكم مع مخرجنا الهواري في هذه اللحظات التي احتلت الشوط الأول، التي الشايب السيد غصاب المصبح راعي الطير العامري التي احتلت أول شوط 12 دقيقة و59 ثانية وأربعة أجزاء من الثانية. شكرا أيضا مشاهدي الأعزاء، هناك مطلعة والتهانينا لغصاب المصبح راعي الطير العامري. مشاهدينا في كل مكان أينما كنتم، التحية متواصلة والمركز الأول في هذا الشوط. نتابع معكم الصدارة والبداية. هنا من البداية هناك المتواجدة هنا راشد محمد بن سعيد بن سلعان المري مع الوجبة، مع الوجبة التي تنطلق مشاهدينا الأعزاء في هذا الأداء الجميل. الضيفة اللي قادمة بقوة للانتقال هنا مشاهدينا مع هذا الشوط. المركز الثاني هناك السردية لمحمد بن غدير بن حمد الدرعي الذي قدم لنا السردية هذه مشاهدينا الأعزاء، اسم جميل تراثي. المركز اللي قادم هناك وصلت الشاهينية لسعادة فرج بن علي بن حمود الظاهر ابو خليفه مع الشعار الاقتصادي يقدم لنا الشاهينيه وادي السلالات الجميله. نقله قادمه مشاهدينا في المركز الرابع التي احتلت الرابع، هناك الفائزه التي وصلت بقوه لتكون متواجده ولكن تغيير من قبل حفله لمحمد بن فهد بن سعيد المري الذي يتقدم في هذه اللحظات بجواره تماما. ارى هناك القدوم من شعار غصاب المصبر الطير العامري وشعار الشايبة، وهنا الوثبة التي تقدمت في هذه اللحظات، ولكن أيضا مشاهدي الأعزاء الدخول من الجانب الآخر والوصول مشاهدينا كما نتابع التي العين للسيد محسن بن حمد بن محسن بن حمد الفلاحي التي تقدمت في هذه اللحظات. والمركز السادس هنا وصول من غالية لياسر بن سهيل بالشرق العامري، هذا هو الشعار الذي قادم من الساد بقوة ليكون متواجدا في عاصمة الميادين. نقلة أخرى والمركز الثامن بالرقم ستة الفائزة عبد الله بن حارب بن عامر الدرعي، وقدوم آخر وانتقال من مصيحة لنايع بن راشد بالشاوي الغفلي التي أيضا متواصلة. ومشاهدي الأعزاء بأداء جميل من ميدان اللبسة، هناك أيضا قدوم آخر وانطلاق مشاهدينا من شعار غصاب بن مصبع الطير العامري المركز التاسع مع الوثبة، والمركز العاشر شعار بن زهرة الذي تدخل مع سرابة لمبارك بن خليفة بن زهرة الخيالي. نداءنا الأول في هذه المسافات الطويلة مشاهدينا في كل مكان، وهناك شعارات قادمة خلف الدائرة الإعلامية لأن الحين وقت دخولها إلى الأرقام المتقدمة. خلونا نرى هناك الصدارة وسحب الشوط من البداية في هذه الانتقالة الجميلة مشاهدي الأعزاء، ومع هنا الصدارة والمركز الأول. المركز الأول من البداية هناك اللي مسيطرة كما ذكرناها بالفعل مشاهدي الأعزاء، التي انطلقت الوجبة، والوجبة من البداية مشاهدي الأعزاء تنطلق لراشد محمد بن سعيد بن سلعان المري الذي يقدم لنا بهذا الشعار الجميل، الشعار اللي قادم بقوة مشاهدي الأعزاء من ميدان
الشحانية مشاهدينا في كل مكان، والشاهينية وصلت بقوة، راعية الميدان وراعية الأداء الجميل، الشاهينية مع الشعار الاقتصادي لسعادة فرج بن علي بن حمودة الظاهري الذي دفع بالشاهينية ومن السلالات القوية. المركز اللي قادم هو هناك المركز الثالث، والمركز الثالث السريدية محمد بن غدير بن حمد الدرعي بالفعل قادم من ميدان القوة لراعي شاهين ليدفع بها هذه السردية من بنات الصيفر لتكون متواجدة بقوة. هنا قدوم آخر وانتقال مشاهدينا مع الانتقال اللي قادم المركز الرابع. المركز الرابع وصول وقدوم وتقدم من حفلة لمحمد بن فهد بن سعيد المري، يقدم لنا مشاهدينا الأعزاء حفلة لأيضا يحتفل بطريقته الخاصة هنا في ميدان الوجبة. نعود ونتاهي معكم مشاهدينا التي وصلت غالية وغالية لياسر بن سهيل بالشرقي العامري مع هنا أداء جميل وتدخل آخر وانقضاض على المراكز المتقدمة. المركز السادس وصلت مصيحة لنايع بن راشد بالشاوي الغفلي، ومن الجانب الآخر هناك العين لمحمد لمحسن بن حمد بن محسن الفلاحي الذي يتقدم في هذه اللحظات نقلة أخرى قادما ودخول في المراكز المتأخرة وانتقال من الطيارة. وحمد بن سالم بن سليم الاكتبي يتقدم في هذه اللحظات، وكما نتابع المركز اللي قادم هو المركز التاسع والثامن، المركز الثامن الفائزة لعبد الله بن حارب بن عامر الدرعي في المركز الثامن، والمركز التاسع التي وصلت لمركز التاسع من الجانب الآخر سرابة لمبارك بن خليفة بن زار الخيالي، عاشر المراكز متواجدة الوثبة لغصاب بن مصبح راعي الطير العامري وراعي الشايبة. نعود وهذا هو النداء الثاني على التوالي على المراكز العشرة المتقدمة الأولى. خلونا نشوف هناك أيضا ما يدور من البداية في هذا الشوط وفي هذه الأجواء التي نتابع من خلالها جسر العبور الذين بدأنا اقترب منها. نعم ووصلنا جسر العبور لتكون أول الواصلات. هناك الوجبة من البداية مسيطرة منطلقة من البداية بانطلاق جميل عبر قناة سياسة الفضائية التي مشاهدينا الأعزاء تتابع هذا الأداء مشاهدينا، ونتمنى التوفيق لكل القائمين على هذه القناة التي مشاهدينا الأعزاء التي تكون إضافة قوية مشاهدينا الأعزاء لهذا التراث العربي الأصيل. نعود ونتابع معكم الوجبة وراشد بن محمد بن سعيد بن سلعان المري الذي دفع بالوجبة، ولكن الشعار الاقتصادي الذي بدأ يختلف من المقدمة بالسلالة الشاهينية لسعادة فرج بن علي بن حمودة الظاهري مشكور يا أبو خليفة على هذه السلالات الجميلة التي تقدم بهذا الشعار الاقتصادي. ووصلت الأخرى وصول من السريدية، السريدية وصلت محمد بن غدير بن حمد الدرعي يتقدم راعي شاهين ليكون متواجدا بقوة مشاهدينا أيضا من خلال هذا الشوط وهذه الانطلاقات الوثباوية. يا سلام الثلاثة انفردا، نشوف الرابع وين اللي ما يقرب يقرب، ما شيء باقي ما شيء باقي يا شباب. الكل بدأ ينطلق والكل بدأ يحافظ على مركز المتواجد فيه، ولكن هنا مصيحة وصلت نايع بن راشد بالشاوي الغفلي اللي قادم من ميدان اللبسة وأمارة أم القوين ليكون متواجدا مشاهدينا هنا في هذا اليوم في عاصمة الميادين في هذه السباقات التمهيدية للختاميات الرئيسية. هنا قدوم آخر وانتقال مع حفلة مشاهدي الأعزاء ومحمد بن فهد بن سعيد المري، وهنا انطلقنا الخمسة اللي في المقدمة، وهنا السادس وصل أيضا هنا المركز السادس الغالية الغالية لياسر بن سعيد ياسر بن سهيل الشرقي العامري، ووصل أيضا شعار بن سليم حمد بن سالم بن سليم الاكتبي على الطيارة، وهناك أيضا قدوم وتسلل من عمق الميدان. خلونا نشوف الشعار الأخضر اللي قادم من عمق الميدان وبدأ ينتقل في هذه اللحظات من العمق تماما. أيضا مشاهدي الأعزاء اللي هي وصلت الفائزة لعبد الله بن حارب بن عامر الدرعي، والمركز التاسع هناك شعار أيضا الفلاحي محسن بن حمد بن محسن الفلاحي، والمركز العاشر الشاهينية وحمد بن معيوف بن محمد العامري أول ندى لها. ونتمنى التوفيق للجميع، ونعود للشوط والانعطاف الأخير الانعطاف الأخير للمنصة الرئيسية. ما شاء الله
وتبارك الرحمن ما شيء باقي، ولكن الشعار الاقتصادي غير هناك مع الهواري في الأداء الجميل، ولا زالت الوجبة مشاهدينا محتفظة بهذه الوجبة الثمينة. وهذا الشوط أيضا من الأشواط القوية، الشوط الذي نتابع من خلاله مشاهدينا الوجبة محتفظة بالصدارة من البداية. ويا سلام يا بن سلعان، يا سلام يا بن سلعان، بن سلعان المري الذي دفع بالوجبة لتكون أيضا مشاهدينا الأعزاء تجهيزهم للختاميات. ما شاء الله وتبارك الرحمن، راشد محمد بن سعيد بن سلعان المري. وهنا الشاهينية لسعادة فرج بن علي بن حمود الظاهري في المركز الثاني، المركز الثالث من نصيب مصيحة لنايع بن راشد بالشاوي الغفلي الذي وصل على غفلة من المراكز المتأخرة، وعين على الصدارة بالشاوي، عين على الصدارة بالشاوي. الله يا سلام يا سلام، هذا هو أمامكم مشاهدي الأعزاء. يا سلام يا سلام يا أبو خلفان يقدم لنا مشاهدي الأعزاء هذا الأداء الجميل. شوف الصدارة، أركز معي الهواري، اللقطة لقطة التغيير منكم قادم من الشوط، قادم من الأداء. هذه انتقلت ما شاء الله وتبارك الرحمن، هذه المصيحة لنايع بن راشد بالشاوي الغفلي يتقدم هنا في عاصمة الميادين ليزف التهاني إلى أمارة أم القوين وميدان اللبسة بالشاوي. هذا هو أمامكم يقدم لنا مصيحة التي قدمت نفسها بطلة لهذا الشوط. يا سلام سلام يا بالشاوي، سلام يا بالشاوي، ركز، الشعار الاقتصادي قادم. اللحظات الأخيرة، سعادة فرج بن علي بن حمودة الظاهري يتقدم خليفة وبالشاوي بالصدارة. أبو خليفة يتابع عن كذب اللحظات الأخيرة الشاهينية، ومصيحة مصيحة ما زالت لبالشاوي الشاهينية لبن حمودة. الله بن حمودة وبالشاوي، السلام وين؟ السلام وثباوي ولا لبساوي؟ لا وثباوي ولا لبساوي، وثباوي 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 وثباوي. وتهانينا لابو خليفه، تهانينا لابو خليفه سعاده فرج بن علي بن حمود الظاهري. له التحيه ابو خليفه على الشاهينيه وفوزها بهذا الشوط المركز الثاني. وصلت مصيحه لايضا مشاهدي الاعزاء التي وصلت بقوه، كانت مصيحه لنايا بن راشد بن شاغل في المركز الثالث. المركز الثالث كان وصول من الوجبه لراشد محمد بن سعيد بن سلعان المري. والمركز الرابع، المركز الرابع الطيارة لحمد بن سالم بن سليم الكتيبي. والمركز الخامس، مركز الخامس غالية لياسر بن سهيل بالشرقي العامري. هذه النتيجة مشاهدينا في كل مكان، عشنا شوطا وسطاء الشعار الاقتصادي وهذا الهواري في الإعادة إفادة. والتهانينا لسعادة فرج بن علي بن حمود الظاهري، 13 دقيقة 17 وجزءا واحدا من الثانية. التهانينا لأبو خليفة والتهانينا على هذا الأداء الجميل بالشاهيني. المركز الثاني، المركز الثاني مشاهدي الاعزاء ايضا وصلت مصيحه لنايع بن راشد بالشاوي الغفلي، وقدم التوقيت زمن وقدره 13 17 4. هذه هي المركز الثالث، تهانينا ايضا لبالشاوي والعرض اللي قدم. المركز الثاني، نعم المركز الثالث، المركز الثالث مشاهدينا الوجبه وقطعت المسافه في 13 18 5، وراشد بن محمد بن سعيد بن سلعان المري، والناموس لكل الفائزين. اللي على الوعد ارتقى.